جبتلك السر اللي هينزل دهون بطنك وانتي في سابع نومة. هقولك على الوصفة اللي هتريحك من آلام ولغزات وعسر الهضم. جبتلك الوصفة اللي هتخليكي تخسي بدون معاناة. هتاكلي كل اللي نفسك فيه، بمجرد ما هتشربيها هتنزل كل الدهون العنيدة، وهتلاحظي كمان الفرق من أول استخدام كل دهون البطن السفلية، لأن في بنات كتير بتشتكي منها. جبتلك سر عجيب في الإزازة دي، بجد لو عملتيها وجربتيها هتمسحي كل الدهون الموجودة في بطنك كأنها مش موجودة خالص، هتخسي من غير ما تحسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة جايبه لكم وصفة سحرية وحصرية طعمها حلو جدا، وكمان النهاردة هنعمل دهان للتخسيس. هعمله بطريقة معينة لازم تركزي فيها كويس قوي علشان الوصفة تنجح معاكي. الوصفة دي هتحارب معاكي دهون البطن العنيدة، وهتنزلها بطريقة جميلة جدا جدا. كمان البنات اللي بتعاني من مشاكل وبعد الولادة وترهلات، هنعمل دهان مع بعض يا بنات. هيشيل الترهلات وهيشيل السلوليت مهما كان موجود عندك، حتى لو موجود بقاله سنين. الوصفة بتاعتنا هتعلي معاكي معدل الحرق، هيبقى عالي جدا جدا. تستخدميها لحد لما توصلي للوزن اللي انت عايزاه، وبعدها توقفي تماما عن استعمالها لانها بتنزل الوزن بطريقة عالية جدا جدا. فانصحك بعد ما تنزلي للوزن اللي انت عايزاه بطليها على طول. وصفة بنات جميلة جدا، عايزة منك بس انك تركزي معايا وما تفوتيش ولا ثانية واحدة من الفيديو. عايزاكي كمان تدعيلي عليها بعد ما تجربيها، وتحدي ما بيني وما بينك. عايزاكي تروحي دلوقتي تشوفي وزنك على الميزان قبل ما تستعملي الوصفة، وبعد ما تستعملي الوصفة علشان تشوفي النتيجة بعينك. ما تنسونيش بقى، ربنا يسعدكم، تعملوا لايك للفيديو ده علشان الفيديو يترفع ويوصل لأكبر عدد من الناس والكل يقدر يستفاد. ولو انتي اول مرة تشوفي فيديوهاتي وتشوفي قناتي، اقولك اهلا ومرحبا بكي. ما تنسيش الضغط على الزر الاحمر زر الاشتراك، وتفعلي رمز الجرس الموجود بجانبه علشان يلحقك اشعار بكل الفيديوهات الجديدة والحصرية ان شاء الله. اول حاجة بنات النهاردة انا هعملها، هعمل كوباية وهعمل دهان. لازم الوصفتين يمشوا مع بعض، لازم تعمليهم مع بعض علشان الوصفة تنجح معاكي. اول حاجة هعملها، هجيب كوباية مية دافية. كوباية مية دافية، ما تكونش سخنة قوي، ما تكونش عادية، تكون دافية خالص. وبعدها هتضيفي 3 معالق صغيرين مليانين من خل التفاح، ويفضل يكون خل تفاح اصلي مش مقلد، تقدر تشتريه من عند العطار، سهل الحصول جدا عليه، وكمان خفيف جدا للمعدة للناس اللي بتعاني من الام في القولون، فهو هيريح معدتك تماما تماما وهيخلصك من الغازات. بالاضافه كمان ان دكاتره التخسيس بتنصح دايما بخل التفاح. لو مش متوفر عندك خل التفاح، تقدر تستبدليه بالخل الابيض، تقدر تضيفي معلقه كبيره من الخل الابيض. بس لو انت بتعاني من مشاكل في المعده، منصحكيش ابدا ابدا باستخدام الخل الابيض، لانه ممكن يعمل على تهيج المعده. دي اول كوبايه معايا، تابع معايا الفيديو للنهايه علشان هقولك ازاي تستخدميها، لان اهم ما في الوصفة هو طريقة استخدامها الصحيحة. بس دلوقتي انا هعمل دهان. الدهان دي انا هعمله علشان استخدمه بالليل على الاماكن اللي فيها ترهلات، زي منطقة الذراعين والفخذين وغيرها من الاماكن. هستخدم اول مكون معايا هو البن. انا هنا هستخدم بن عادي. للناس اللي مش عارفة يعني ايه بن، هو القهوة، القهوة العادية العربية بتاعتي، مش القهوة سريعة الدوبان. يفضل يكون القهوة العادية، لو مش متوفر عندك تقدر تستخدمي القهوة سريعة الذوبان. انا هنا استخدمت معلقة صغيرة تكون مليانة من البن، وهبدأ اضيف عليها المكون التاني. المكون التاني اخد ضجة كبيرة جدا، وبجد الضجة دي تستاهل، تستاهل الضجة، يستاهل انك تجربيه. المكون اللي معكم عنه هو اوراق الغار. الناس اللي متابعاني دايما هتعرف يعني ايه اوراق الغار، مهم في عملية التخسيس. انا دايما بستخدمه في الوجبات وبستخدمه في المشروبات. انا النهاردة هستخدمه في
الدهان التخسيس، ولكن هقولك على السر علشان الوصفة تنجح معاك، وهقولك على زيت لازم تضيفيه على الوصفة دي علشان هو ده اللي هيساعد جدا في ازالة الترهلات. بعد ما ضفت معلقة كبيرة من اوراق الغار المطحونة طحن جيد جدا، على قد ما تقدري تطحنيها طحن كويس، وبعدين هبدأ اضيف عليها معلقة كبيرة من زيت الزيتون. زيت الزيتون هنا هيعمل على ترطيب الجسم بشكل كبير. لو مش متوفر عندك زيت الزيتون تقدر تستبدليه بزيت اللوز الحلو، كل ده هيخلصك تماما من الكرمشة ومن الخطوط البيضاء اللي بتبقى نتيجة الترهلات ونتيجة الولادة، سواء الولادة الطبيعية او حتى الولادة القيصرية. اي زيت فيهم زيت كويس خالص. اهم حاجة بقى هو طريقة استعمالها. اول حاجة بالنسبة للدهان، هبدأ اغسل كويس جدا جدا المنطقة اللي انا عايزة اشيل منها الترهلات، سواء البطن سواء الذراعين الافخاد، اي منطقة انت عايزة تشيلي منها تغسليها كويس جدا بالمية الدافية، لان المية الدافية بتساعد على فتح المسام. وبعد كده هبدأ اجففها عن طريق الطبطبة باي فوطة قطنية عندك. الخطوة اللي بعد كده هو اني هبدأ اجيب اوزع الخليط او الدهان ده على الاماكن بالتساوي، وبعدها هبدأ اجيب اي كيس نايلون غذائي عندك من الكياس بتاعت اللي هي بتغلف الاطعمة، وهبدأ الف بيها الجسم كويس جدا. على اساس ايه؟ على اساس ان الجسم يسخن، ولما يسخن هينزل اكبر كمية من الدهون واكبر كمية من العرق، وبالتالي هينزل الجسم تدريجيا. هبدأ استخدم فوق الكيس نايلون غذائي اي قماشة عندي علشان بس ما يبقاش فيه زيوت تبوظ الهدوم وكده، ولو قدرت تنامي بيهم ليلة كاملة هيكون فايدته اكبر بكتير. لو ما قدرتيش هقعدي بيهم ساعة اتنين تلاتة على قد ما جسمك يستحمله، وبعدها ابدأ اغسلي جسمك بالمية العادية واقفلي المسام بالمية الباردة. اما بالنسبة للمشروب، المشروب ده يا بنات هيتاخد على الريق عند الاستيقاظ من النوم مباشرة قبل ما تاكلي اي وجبة هتشربيه، وانتظمي عليه يوميا هتبان النتيجة ان شاء الله في خلال الاسبوع الاول من استعماله. افضل جدا علشان تساعدي نفسك في نزول الوزن بشكل مضمون، تقللي من كمية النشويات والسكريات على قد ما تقدري، وحاولي تنامي من غير عشاء. بكده اكون وصلت لنهاية حلقة اليوم. ما تنسوش زي ما دايما بفيدكم انتوا كمان فيدوني، اعملوا لايك للفيديو وشاركوا الفيديو ده في جميع وسائل التواصل الاجتماعي.